السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج بريمافيرا بي 6. في محاضرة النهاردة هنتكلم عن الورك بريك داون ستراكشر أو الـ WBS. تمام، إيه هو الورك بريك داون ستراكشر؟ تعريف الورك بريك داون ستراكشر طبقا لمعهد بي ام اي هو هيراركيكال ديكومبوزيشن اوف ذا توتال سكوب اوف ورك تو بي كارد اوت باي ذا بروجكت تيم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عبارة عن شكل هرمي او تنسيق هرمي لمخرجات المشروع. عندنا بيتم تجزئة المشروع الى وحدات اصغر يتم التعامل معها بشكل اسهل ويتم ادارتها بشكل اسهل. ده تعريف الـ WBS. تمام، يعني على سبيل المثال عندنا المشروع بتاعنا مشروع انشاء مبنى. تمام، المبنى ده السكوب بتاعه عبارة عن اعمال مدنية اللي هي الخرسانة يعني وكده، اعمال التشطيبات، وعندنا في اعمال التشطيبات اعمال الميكانيكا، اعمال الكهرباء، عندنا اعمال التكييف، اعمال البلومنج. كل ده يعني اسمه WBS، او هو ده WBS بتاعنا عندنا في مشروعنا. تمام، يبقى هو عبارة عن hierarchical decomposition، عبارة عن تجزئة للسكوب بتاعنا الى وحدات اصغر يتم ادارتها بشكل اسهل. تمام، ويتم عمل كنترول عليها بشكل اسهل. اوكي، طيب نكمل التعريف هنا. A WBS is a key component in the project planning process as it can improve estimating, control, execution and verify completion. تمام، يعني هنا بيسهل علينا التنفيذ، بيسهل علينا كمان واحنا بنعمل بلاننج في مرحله البروجكت انيشيشن. تمام، بيسهل علينا عمل الاستيميتنج بعد كده، لان احنا بنجزئ كل حاجه لحاجه اصغر منها، بنجزئ المشروع ل WBS وبعد كده بنجزئ ال WBS ده لاكتيفيتيز، فبنعرف نعمل استيميشن بشكل اسهل وبشكل ادق. تمام، كمان بيسهل علينا عمليه الكنترول بعد كده واحنا شغالين في مرحله التنفيذ، نعمل مونيتور وكنترول بشكل افضل على المشروع وبشكل ادق. تمام، طيب خلينا نبص كده في الشكل ده. عندنا ده شكل WBS. تمام، عندنا فوق البروجكت. تمام، مقسم الى عندنا earthworks، structure works و finishing works. يعني الجراف ده عبارة عن example. تمام، احنا لما نخش البرنامج دلوقتي هنعمل WBS بتاع مشروعنا بشكل يتوافق مع المشروع بشكل اكثر يعني. تمام، عندنا هنا البروجكت، عندنا الـ Earthwork، Structure Work، وعندنا الـ Finishing Work. الـ Finishing Work تحتها أعمال التشطيبات نفسها اللي هي سواء مثلا أعمال الدهانات، أعمال الأرضيات، أعمال الأصباغ، الـ False Ceiling، الكلام ده. تمام، وعندنا الأعمال الـ MEB Works. الـ MEB عندنا في Electrical وميكانيكال. الميكانيكال فيهم أعمال البلومينج وأعمال الـ HVAC، أعمال التكييف. تمام، طيب اعمال الاستراكشر عندنا كونكريت وستيل. يعني مثلا ممكن يكون عندك مشروع جزء منه هتنفذه كونكريت والجزء الثاني هتنفذه ستيل. تمام، الايرث وورك عندك الاكسكافيشن والباك فيلينج. طيب عندنا اخر ليفل في ليفلز الدبليو بي اس ده اسمه ورك باكج. يعني دلوقتي الاكسكافيشن ايه اللي هيبقى تحته؟ هو نشاط اسمه الاكسكافيشن او نشاط الحفر. تمام، يبقى عندنا الاكسكافيشن والباك فيلينج، عندنا الاكسكافيشن والباك فيلينج هم دول اسمهم ورك باكج. تمام، الورك باكج هو اصغر ليفل في ليفلز الدبليو بي اس بيتم تجزئته الى انشطه. تمام، ده بنسميه الورك باكج. اوكي، ده كان تعريف كده الدبليو بي اس باختصار، لمحه سريعه عن الدبليو بي اس. نخش بقى على البريمافيرا ونبدا نكريت الدبليو بي اس الخاص بمشروعنا. تمام، لما تفتح البريمافيرا المشروع بتاعنا اللي احنا كريتناه هنا هيفتح لك على الويندو بتاعت البروجكتس. هنا في اكتيفيتي واحد بس احنا كنا عملناه على سبيل المثال يعني عشان نشوف الكالندر بتاعه. تمام، فاحنا دلوقتي هنمسح الاكتيفيتي ده مش محتاجينه. اوكي، وهنعمل ريست من هنا للاي اوت بتاعت المشروع لان احنا هنا غيرنا وحطينا الكولوم بتاع الكالندر. تمام، هنرجع للاي اوت اللي كنا واقفين عليها، دوس ابلاي. اوكي، تمام، عندك هنا activity name، original duration، remaining duration، schedule percent complete. يعني الكلام ده مش هنتطرق له برضو دلوقتي، احنا داخلين نعمل WBS. عشان نعمل WBS هنخش هنا على الخانة WBS ونبدأ نكريت WBS بتاعنا بقى بشكل كده، نفكر مع بعض بصوت عالي ونعمل WBS بتاع مشروعنا.
تمام. عشان نضيف اي حاجة، عشان تضيف اكتيفيتي او دبليو بي اس او مشروع او whatever، الويندو اللي انت واقف عليها بتيجي تدوس على علامة البلس. يعني احنا لو واقفين دلوقتي على الويندو بتاعت الدبليو بي اس هي متأكتفة معنا فوق، هندوس هنا على البلس، تمام كده نزل لك ليفل جديد من الدبليو بي اس، تمام هتلاقيه باي ديفولت نازل تحت المشروع، تمام. بيقول لك هنا الكود بتاعه هتسميه ايه، خلينا نسميه مثلا 0.1، اوكي. يبقى عندك هنا خد نفس الاي دي بتاع المشروع وزود عليه ال 0.1 الخاصة بالدبليو بي اس ده، تمام. هنسميها هنا ايه مثلا، هنخليها الايرث ووركس او سايت ووركس، تمام، اللي هي اعمال الحفر واعمال الرد، تمام سايت ووركس. بعد كده عندنا في اعمال الخرسانات وعمل التشطيبات. اعمال الخرسانات هندخلها ازاي؟ في اعمال الخرسانات عندنا جزء سبستراكشر وعندنا جزء سوبر ستراكشر، تمام. فهندخل الكلام ده ازاي، خلينا نشوف كده مع بعض. احنا قلنا قبل كده في المشاريع المباني في الخليج بيبقى عندنا في جزء اعمال كبير في السبستراكشر او جزء اعمال محترم، تمام، ما ينفعش نتجاهله. فاحنا دلوقتي دخلنا السايت ووركس اللي هي اعمال حفر وعمال الردم، هندخل بعد كده بقى الاستراكشر ووركس، تمام. هتعمل تضيف دبليو بي اس جديد هينزل تحت السايت ووركس او تحت الدبليو بي اس اللي احنا كريتناه، لا احنا هنطلعه بره عشان يبقى معاه على نفس الليفل، تمام. وهنديله 0.2 مثلا، وهنقول هنا ان ده الاستراكشر ووركس اللي هي اعمال الخرسانات يعني، اوكي تمام. وتحت الاستراكشر ورك هنضيف 2 دبليو بي اس كمان، واحد للسبستراكشر وواحد للسوبر ستراكشر، تمام. يبقى عندنا ده هنا هنسميه 0.1، هنخليه سب ستراكشر وركس، وده هنخليه سوبر ستراكشر وركس. طيب عايزين نضيف بقى اعمال التشطيبات، هنضيفها ازاي؟ هنزود دبليو بي اس جديد وهنخليها على نفس الليفل مع الاستراكشر وورك والسايت وورك، تمام. هنطلعه بره كده، تمام، هنخليه هو رقم 3، وهنقول هنا ان دي اعمال الفينيشنج، تمام. تحت الفينيشنج عندنا اعمال التشطيبات نفسها الفينيش ووركس، وعندنا الميكانيكال والالكتريكال، وعندنا اعمال الاتش فاك، وعندنا البلامبنج، تمام. هندخل الكلام ده ازاي؟ تحت الفينيشنج هنضيف كمان دبليو بي اس جديد وهنسميه فينيش ووركس، اوكي. بعد كده ندخل واحد تاني على نفس الليفل نسميه الالكتريكال ووركس، تمام. ندخل واحد تاني على نفس الليفل نديله 3 للميكانيكال ووركس، تمام. تحت الميكانيكال ووركس بقى ندخل دبليو بي اس للبلامبنج وواحد تاني للاتش فيك، تمام. هنقول له هنا البلامينج والتاني الاتش فاك، اوكي. طيب يبقى احنا كده دخلنا الدبليو بي اس بتاعنا الخاص باعمال الكونستراكشن ووركس عندنا في مشروعنا، في دبليو بي اس تانيين غير الكونستراكشن وورك، في عندنا الدبليو بي اس الخاص بالمايلستونز، وعندنا الدبليو بي اس الخاص بالسناجنج والهاندنج اوفر، وعندنا الدبليو بي اس الخاص بالبروكيورمنت. لو احتاجنا ان احنا نعمل بروكيورمنت لاحد الايتمز الموجوده عندنا في مشروعنا هندخله معانا كمان في الكورس ده، تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف بقى ال WBS ده اللي احنا دخلناه. هنروح كده على الاكتيفيتيز،
هتلاقي ده ظهر عندك بالشكل ده. تمام، دوس F5 عشان لو في حاجه مش مظبوطه ولا حاجه. تمام، يبقى كده في عندك التقسيمه الدبليو بي اس عندك في المشروع. لما نيجي نضيف بقى الاكتيفيتيز بعد كده ان شاء الله، هتقف على الدبليو بي اس اللي انت عايز تدخل تحته الانشطه، وبعد كده تدوس على علامه البلس من هنا. تمام، طيب لو عايز تعرض الدبليو بي اس عندك على شكل هيراركيكال او على شكل التشارت، هتيجي هنا هتدوس على اللاي اوت، او هتقف هنا فوق على العلامه دي. تمام، هتدوس هيظهر لك هنا شكل تقسيمة ال WBS بتاعك. عايز تزوم كليك، كليك يمين ويزوم ان. تمام، يبقى كده عندك الثلاثة ال WBS الأساسيين، عندك السايت ووركس والستراكشر ووركس والفينشنج ووركس، وتحت كل واحد ايه الصب WBS الخاص بيه. تمام، لحد آخر ليفل عندنا هنا البلامينج والاتش فاك، ده اسمه الورك باكج. تمام، وكذلك هنا عندنا السايت ووركس، دي برضه تعتبر ورك باكج عندنا. تمام، دي كانت محاضرة ال WBS. إن شاء الله أشوفكم في المحاضرة الجاية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.